كوكو غزالاتي، كديري؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم غندير لكم بلوك في الدار، غندير لكم الشهيوه اللي غنوجد اليوم العشاء من بعد ما نغسل هاد الروينه هادي. بقى عندي الكوزينه مرونه، كنت خرجت متقده برا وما كفنيش الوقت نصور لكم، راكم عارفين مع البيبي وهذا. والمهم دابا جيت للدار، كما كتعرفوا اليوم ديال بنت كوادرو عندنا هنا في اسبانيا تيحتفلوا تيديروا العشاء في الدار وهادي وهادي. وانا غادي ندير معكم اليوم العشاء، غادي ندير رجله ديال الحولي في الفران مع الخضره وداكشي، وانتم خليكم معايا حتى الاخر. شوفوا امير، شوفوا امير، شوفوا امير، شوفوا امير، ها هو امير، ها هو غريم. اولا اتيتا ماما ولدي حدايا، وانا هنايا في الكوزينه غادي نبدا نصور لكم. خليكم معايا باش تشوفوا العشاء اللي غنوجد لكم. باي باي. ايوا البنات، كما كتشوفوا هنا عندي الرجله ديال الحولي مقطعه فيها الشرموله، قطعتها من الوسط وداكشي باش تدخل لها الشرموله. الكزرعه هي بحال هكا صراحه مقطعه. اول حاجه غنبدا بها هي غادي نبدا نحك الثومه، وغادي نخلط العطريه ديالي كامله ان شاء الله في هذيك الزلافه اللي كتشوفوا فيها. انا كنقي الثومه، نخلط الزلافه باش هكا نخلط كل شيء، عاد نبدا ندهنها. هنا البنات كنمشي للتصوير، فانا خلطت العطريه كامله مع الزبده، درت سكينجبير، شويه ديال السودانيه، شويه ديال العطريه ديال اللحم بحال المروسيه، وشويه ديال البزار، وصافي البنات غادي نقطع فيها شويه ديال الربيع، وهكا غادي ندهنها كامله مزيان كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. والبنات واحد الخطوه نسيت ما صورتهاش لكم، انا قبل ما نخشيها في الفران ففي هذوك التقيبات اللي كانوا فيها اولا دوك الشراطي اللي كنت دايره في الرجله ديالي، حطيت فيها قرنفلات كل بلاصه، حطيت فيها قرنفله واحد ربعه القرنفلات بحال هكا، كيعطي واحد المذاق رائع رائع جدا. وصافي غادي نديرها في بابي الومنيوم، وغنحط فوقها واحد الورقه اخرى ديال بابي الومنيوم، وغنحاول نسبك كل شيء مزيان باش هكا كدير واحد البخار وكطيب الزربه في الفران، لانني درتها غير في الفران ما طيبتهاش في الكوكوط عاد حولتها للفران. وهنا غادي ندوزو الخضره المرافقه. فالبنات انا درت غير داكشي اللي كان عندي في الدار، يعني غندير شويه ديال الخيزو وشويه ديال البطاطا، وحتى هما غندير لهم نفس الطريقه، غندير لهم شويه ديال العطريه، البزار مليحه، شويه الحار، شويه الربيع، وغادي نخلطهم في الاطريه وغنديرهم يتحمروا في الفران، ولكن بلا ما نغطي فوق الالومنيوم. انتما غتشوفوا معايا الطريقه في الاخر، فالالومنيوم غادي يكون مفتوح وكتجي رائعه صراحه. بعد ما غسلت الخضره ديالي مزيان ونقيتها انا غنبدا نصوبها معكم، فخليكم مع الطريقه والفيديو حتى الاخر وقولوا لي شنو رايكم وكي جاتكم الاكله ديالي. Bye.
هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. زدت عليها شويه البرقيقات معسلين، انا كيعجبني البرقوق مع اللحم واخا يكون طيب في الراس. وهنا عندي شويه ديال الخبزو وشويه ديال البطاطا، وهذا كان العشاء ديال جوج الناس، يعني عشاء على قد الحال وبسيط جدا.